في هذه اللحظات هذه الاستعداد جاري انطلاقة هذا الشوط. انطلق بحفظ الله وسلامته هذا الشوط. الشوط الرابع للقعدان في اول المراكز في هذه اللحظات. رقم 25 غير مدوم في ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي هو الكايد للسيد حمد بن سالم ابو فريحه المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز رقم 15 اللي هو الريال للسيد حمد بن ناصر الف زير في ثاني في ثالث المراكز. رابع المراكز اللي واصل رقم 22 هذا هو شاهين للسيد محمد بن ناصر بنغوبان وهذا ليس شعار بنغوبان اللي في الرابع المراكز. خامس المراكز مزاح للسيد حمد بن راشد بن خليفة الدوسري في خامس المراكز. لكن نروح مع اللي في أول المراكز في هذه اللحظات اللي هو رقم 25 لغير وفي أول المراكز في هذه اللحظات اللي هو الريال للسيد حمد بن محمد بن ناصر اللي في زيرة في أول المراكز وسيطرة سيطرة تامة حتى هذه اللحظات على هذا الشوط اللي في أول المراكز اللي هو الريال للسيد حمد بن محمد بن ناصر اللي في زيرة في أول المراكز. ثالث المراكز غير مدون عندي وفي ثالث المراكز الكايد للسيد حمد بن سالم أبو فريح المري مع السيد راشد بمانع في التضمير والمسايرة كما أرى من الجانب الأيمن. أتمنى لك التوفيق يا أبو مانع في أول المراكز في هذه اللحظات اللي سيطر سيطرة تامة الريال للسيد حمد بن محمد بن ناصر ألف زيرة في أول المراكز مسيطر سيطرة تامة. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز والانفراد. لكن واصلك أبو فريح في ثاني المراكز الكايد للسيد حمد بن سالم أبو فريح المري في ثاني المراكز اللي في أول المراكز وسيطرة سيطرة تامة هذا الريال للسيد حمد بن محمد بن ناصر اللي في زيرة في ثاني المراكز الكايد للسيد حمد بن سالم أبو فريح المري في ثالث المراكز اللي وصل في ثالث المراكز مزاح للسيد حمد بن راشد بن خليفة الدوسري. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز والمدال المستحق وكما نهني السيد حمد بن ناصر اللي في زيرة على هذا الفوز. دقيقتين و16 ثانيه و82 جزء من السنه. تهانينا والناموس. شوف في هذه اللحظات هذه الاستعداد جاري انطلاقه الشوط الثالث عشر في المجموعه الشوط الخامس